شارك. احنا عملنا اكتر من مهرجان برضه على الممشى السياحي، كان مهرجان مثلا في قريه الفراوله، وعملنا مهرجان ام علي، كانت من المهرجانات الكبيره اللي سمعت في الدول. كنا بنحدد الاول مهرجانات لكل نوع فاكهه، وبعد كده دلوقتي بنعمل مهرجان لالوان الفواكه كلها، ودي رساله لكل اجنبي في كل حته، بنقول لهم ان مصر ممكن يستمتع بشمسها وبضيافه الناس اللي فيها وبالخدمات اللي بتقدم لهم، مع طبعا اساليب المرح والفرح.